انا وانتي عارفين ان ده مش اختصاصك وانك مالكيش علاقه بالتدريس. قد ما قسيت عليا الدنيا لازم نعرف شو يلي صار. دايما عم تضحك. قد ما غدر الحظ ليل انا مش مضطر استحمل غبائك في حياتي. دايما ايجابيه. عشان يلا شو هالخبر الحلو. كيف رح تاثر على ماجد سيد ماجد؟ بروفا يوميا 7 المساء على الـ LBCI والـ LDC. بعد على قصتي بدعسك.